بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد مهران المحامي بالقضاء العالي. في الآونة الأخيرة يا جماعة ظهرت حكاية جديدة وموضوع جديد وجريمة جديدة اسمها جريمة التنمر، وإحنا النهاردة في سلسلة الموضوعات القانونية اللي بتقدمها نقابة المحامين ومواقعها الرسمي لشباب المحامين، هنحاول نوصل معاكم ونوصل معاكم للتوصيف القانوني لمفهوم جريمة التنمر. التنمر له عدة صور، والتنمر في حد ذاته هو فرض السيطرة والهيمنة والترهيب والتخويف للآخرين، ومن أهم صور التنمر هو القوة، استعراض القوة، وده من السلوكيات المعيبة اللي موجودة من زمان داخل المجتمع، لكن الحكومة والبرلمان المصري لم يكن يضع لها تعريفا كما هو الأمر عليه الآن. والسبب في وضع تعريف ومفهوم للتنمر ووضع نصوص قانونية لتجريم التنمر هو زيادة هذه الجريمة ودخولها إلى شكل الظاهرة، الأمر اللي تحول إلى ظاهرة داخل المجتمع. هذه الظاهرة مضمونها هو زيادة التنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، سواء كان من خلال استعراض القوة أو التهديد أو الابتزاز أو السب والقصف وغيرها من جرائم الإنترنت التي تأخذ شكل التنمر. المشرع المصري حاول أن هو يواجه هذه الظاهرة بأنه وضع عقوبة الحبس للتنمر اللفظي اللي ممكن تصل إلى 6 شهور وغرامة 10,000 جنيه. كمان المشرع المصري قال إذا كان الأمر تعرض وصل إلى حد استعراض القوة والسب والقصف أو وصل لحد التنمر الجسدي والاعتداء البدني، أن يكون الأمر يعني العقوبة فيه تصل إلى الحبس سنة، والغرامة قد تصل فيه إلى 100,000 جنيه. جريمة التنمر هي من أحدث الجرائم الموجودة داخل المجتمع المصري، وهي جريمة متعلقة زي ما قلنا باستعراض القوة، ومن الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة اللي فيها صورة من صور التهكم أو السخرية أو الاعتداء على حرية الآخرين. زمان كان التنمر يعني موجود بشكل محدد، ربما لم يكن يظهر على السطح بهذه الصورة. إذا كان التنمر ده متمثل في استعراض قوة، من إن شخص قوي يتنمر من شخص ضعيف، شخص طويل يتنمر من شخص قصير، شخص دحيف يتنمر من شخص سمين، إنما الأمر دلوقتي بقى أكبر من كده وأوسع. ده اللي أدى إلى أن المشرع المصري يتوسع في مفهوم التنمر، ويقول إن التنمر دلوقتي بقى بيشكل جريمة لما فيه من إهانة والحط من قدر الشخص الذي يتعرض إلى التنمر، ومحاولة إلى إهانته والانحطاط يعني الانحطاط بقدره داخل المجتمع، وإظهاره قدام المجتمع بصورة سيئة ومشينة تضر بيه وبصورته وبشكل أمام الناس. المشرع المصري وضع عقوبة الحبس اللي ممكن تبقى 6 شهور زي ما قلنا، واللي ممكن تبقى سنة، والغرامة اللي ممكن تصل إلى 100,000 جنيه، وده الهدف منه الحد من التنمر. فلسفة التشريعية للمشرع المصري تستهدف وقف هذه الصورة من الجرائم، لأن كتير من الناس أساءوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وبقوا بيقوموا بارتكاب هذه الجرائم على اعتبار أن الجريمة دي سلوك عادي، باعتبار أنها حرية من حرية الرأي والتعبير. البعض بيتخيل أن من حريته وحريته في التعبير عن رأيه أنه ينتقد أو ينتقد، والفرق كبير جدا بين أنك تنتقد بالدال أو تنتقد بالضاد. الأمر إذا وصل لنقد بالضاد وكان فيه إساءة وإهانة وتنمر واستنكار للآخرين، وصل إلى مرحلة الجريمة ودخل في دائرة المحظور، ووجب المعاقبة والمساءلة القانونية عن هذا السلوك إذا كان الأمر متعلق بصورة من صور التنمر التي تستهدف الإساءة للآخرين. هذه الجريمة تخضع لتحقيقات النيابة العامة وتختص بها المحكمة الاقتصادية، والعقوبة فيها زي ما قلنا 6 شهور أو سنة، والغرامة اللي ممكن تصل إلى 10,000 جنيه في حالة التنمر اللفظي، وقد تصل إلى 100,000 جنيه إذا كان الأمر متعلق بالتنمر الجسدي أو الاعتداء